الجو النهارده مع الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا فندم، والنهارده اهم الملاحظات على حاله الجو. صباح النور على حضرتك. هو النهارده ان شاء الله كل التوقعات بتشير الى ارتفاع طفيف في درجات الحراره، يمكن من 3-4 درجات تقريبا. هذا الارتفاع بيستمر معانا اليوم وغدا، وان شاء الله هتعاود درجات الحراره انخفاضها مره اخرى يوم الجمعه الجاي باذن الله. النهارده الجو مائل للحراره الى حد ما على القاهره والجبل البحري، ده ما بين وقت الظهر والعصر، لكن معظم ساعات اليوم ما بين الاعتدال ومائل للبروده اثناء الليل. طبعا الحمد لله مفيش ظواهر جويه حرجه ممكن تؤثر على الانشطه اليوميه، سوى نشاط محدود للرياح بيؤثر فقط على البحر الاحمر بيسبب اضطراب، لكن البحر المتوسط معتدل تماما ومهيئ لكل الانشطه البحريه، ومستوى الرؤيه على الطرق معتدل ومناسب خلال هذا التوقيت لحركه السفر والمرور. استاذ وحيد سعودي، عايزين نعرف من حضرتك ونعرف مشاهدينا بدرجات الحراره العظمى والصغرى. يعني سواحلنا الشماليه بتتراوح فيها الصغرى من 17 الى 18 درجه، العظمى ما بين 26 الى 28، اما القاهره والوادي البحري الصغرى من 20 ل 21، العظمى من 32 الى 33، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط الصغرى 19، العظمى 34 درجه. ترتفع هذه الدرجات نسبيا على اقصى جنوب الصعيد الاقصر واسوان الصغرى ما بين 23 الى 25، والعظمى ما بين 37 الى 38 درجه. استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه، بنشكرك شكرا جزيلا. ونفكر حضراتكم بدرجات الحراره المتوقعه اليوم على القاهره وبعض المحافظات. على القاهره درجه الحراره 32، العظمى الصغرى 20. الاسكندريه درجه الحراره العظمى 28 والصغرى 18. الاقصر درجه الحراره العظمى 37 23. أسوان درجة الحرارة 39 25. الإسماعيلية 33 21. أسيوط 34 19. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وبعض المحافظات.